هلو يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام. يا احلى ناس حبايبنا الكرام، جات لكم مقطع جديد شباب. مقطع اليوم شباب كلش اسطوري، مثل كل مقاطع شباب كلش اسطوري يا حبايبنا الكرام. طبعا شباب مثل ما انتم شايفين نزلت حصلت عليها، حصلت على الشخصيه الجديده اوكي زينه مثل ما انتم شايفين حبايبنا الكرام اوكي اساطير. وبنفس الوقت يعني حصلت عليها مع الحزمه اوكي حبايبنا. طبعا انتم مثل ما انتم شايفين اسم الشخصيه زينه. راح ندخل بهذا المقطع نشوف ونجرب نشوف شو وضعها وشو ما وضعها وشو شو كلش نشوف كل شيء فيها اوكي اساطير. طبعا شباب انا حصلت على الحزمه، جبتها للشخصيه زائد الحزمه اوكي. راح نحط نركب الحزمه تبعيتها هيك يا شباب شكلها الشخصيه اوكي. راح ندخل على الشخصيه شباب بكره شوف شو وضعها. طبعا شباب هون على اليمين مكتوب الحصول على 80 نقطه صحه مؤقته، يعني لما نفعل الشخصية بنحصل على 40% اوكي مثل ما انتم شايفين، يعني 40% من الصح، يعني بنحصل يعني 50 زائد. وبنفس الوقت لما نفعله بيزيد الضرر مثل ما تكون بيزيد الضرر الذي يلحق بجدران الجلو والدراي مستر. هذا الشيء يستمر هذا الشيء لعشر سنوات، يعني شباب راح نطوره. اول شيء راح ندخل نطور، نحاول نطوره الليفل اللي نقدر عليه اوكي. لوز حلو اوكي. هون على كم صار، كم ليفل؟ ليفل 40 يعني شباب. راح نحاول نطوره، يعني مش ضروري ليفل ماكس، راح نطوره لليفل ثاني. كم عندنا هون من جواهر؟ 720. خلينا نطور شباب هون كمان، ليتس جو. طور كمان، طور للليفل، يعني اعتقد هذا الليفل بكفي شباب الاربع اوكي. طبعا هون شباب شايفين معي، ندخل هون على اليمين. بالنسبه لليفل اربع بيزيدوا 73 اوكي. ليفل 4 شيء حلو اوكي. راح نقول شباب انه راح طورناها ماكس اوكي شباب، بس يعني بكفي 73. والمده نفس الشيء، المده بالليفل ماكس 110 ثانيه، بينما ليفل 4 و5 كمان بينزل شوي حبايبنا الكرام مثل ما انتم شايفين. يعني مده لما بنضغط على الشخصيه اوكي شباب. خلينا ندخل شباب، ندخل على التدريب نجرب الشخصيه اوكي. ندخل على التدريب نجرب الشخصيه يا اساطير ونشوف شو وضعها. طبعا شباب بالنسبه خلينا نشوف شباب، نستعرض الشخصيه اول شيء والشخصيه نشوف شو وضعها اوكي حبايبي. مثل ما انتم شايفين شباب هي الشخصيه، راح اعمل لكم زوم فرجيكم شكل الشخصيه يا اساطير اوكي. هذا هو شكل الشخصيه شباب مثل ما انتم شايفين. الصراحه يعني الشخصيه سكن تبعها، يعني الحزمه تبعتها كلش اسطوري اوكي مثل ما انتم شايفين حبايبنا. هون عندنا هون شباب الدم 200، راح ندخل نجرب اوكي شباب. ندخل نجرب نجرب نفعل الشخصية نشوف شو راح يطلع لنا، شو راح يصير تحت اوكي. خلينا نشوف شباب، ليتس جو. نعمل لكم زوم ونشوف. هيا فعلنا شباب، عندنا هون صار 72. شايفين شباب؟ شايفين معي شو صار شبابنا؟ هون عندنا صار 72 يا اساطير. فعلنا الشخصية 72 زاد من دمنا 10 ثواني شباب. يعني اذا الدم عندنا مثلا طبعا ليفل ماكس تمام تعتبر يعني تقريبا بيزيد تقريبا 80 90 دم. هون شباب يعني ليفل تقريبا 4 وزاد هذا الشيء. يعني شباب اذا عندكم الدم مثلا 120 كذا 100 باقي لكم شباب، عندكم فايت ودمكم 100، تضغطوا على الشخصيه شباب، تضغطوا بتفعلوها بيزيد بسرعه الدم شباب اوكي شباب. ونفس الوقت شباب قالوا انه بيزيد الضرر اوكي. راح ندخل نشوف شباب، نشتري شوي من هالاشياء هذول ونشوف نجرب كيف راح يزيد الضرر ام لا. نشوف شباب هذا السيرفر هل في ناس ولا لا. خلينا ندخل شباب نجربها بالهذا ونشوف هل يا ترى راح يزيد الضرر ولا لا. خلينا نشوف. قول لي هذا. نشوف شباب، نشوف. طبعا يا شباب الظاهر انا هذا الوقت كثير متاخر شباب، وانا عم بسجل هذا المقطع. انا اشوف شباب نشوف الوضع. طب يا ريت كنت ضايف لها اشياء. تعرفوا شو شباب، بدنا نطلع بسرعه لانه طول شوي. رح نطلع بسرعه شباب ونشوف نضيف له الاشياء، يعني البوكس وما بوكس والدرع وهذول كلياتها. طبعا شباب الصراحه يعني الشخصيه شكلها كثير حلو. ماشي خلينا نضيف له هذول شباب، نفعلهم كل شباب، نفتحها كلياتهم هذول اوكي اساطير. خلينا نحط هاياتو، نحط كيلي مثلا اوكي، نحط شيء هيك متشك. لازم نحط طبعا شباب بالنسبه للشخصيه شباب ما نقدر ندمج شيء مع ثاني اوكي. هي شخصيه نشط، يعني مثل شخصيه الوك، مثل شخصيه كريستيانو والى اخره. فهمتوا علي كيف حبايبنا؟ خلينا ندخل نحط كلا يلا اوكي. طبعا شباب الشخصيه ليفل 4 اوكي، شخصيه ليفل 4 مثل ما قلت لكم من شوي، يعني زاد لي 73 زاد لي 73 دم. ليفل 100 شباب، ليفل ماكس بيزيد لنا 100، يعني شيء اسطوري. والمده 100 ثانيه. يلا ندخل شباب نشوف وضعه باللعب.
ليتس جو يا ساتير. طبعا شباب شخصيه باين عليها شيء اسطوري صراحه يعني تنفعنا كتير بالرومات. اوكي لما بالرومات بالرومات بالبطولات مثلا بالرانكد يعني شخصيه يعني حلوه. تمام هنا ناخذ الام بي 40 ليتس جو. خلينا نروح على الام بي 40 يا ساتير. طبعا هذه الشخصيه شباب لحد الان ميت منزله بالسيرفر عنا مينا راح تنزل مستقبلا. اوكي يا ساتير عن قريب راح تنزل يعني. يلا خلينا نشوف وين الناس. خلينا نشوف بدي حدا يدمجني مثلا واشوف كم يعني راح يتحبى بسرعه ام لا. خلينا نشوف وين الناس. اوكي وينهم وين الناس وين الحلوين وين الحلوين وين انتم انتم وين يا جميلين. ها هاي واحد هات اشوف. خلينا ندمجنا تقريبا 200 بس لا تقتلني يا ول ول. جابني هيتش يخرب بيته يا اخي. ما قتلك جبني هيد شوت يخرب بيتك. ما بدي اياك تجيبني هيد شوت يا زلمه. بدي دمجني شوي بدي اجرب الشخصيه. تعا 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 يا اخي هذول يضربون هيد شوت. ما بدي يضربون هيد شوت. ها ها عبيناها. شفتوا شباب كيف تعبى بسرعه. شفتوا كيف تعبى بسرعه اللعيبه هذول. والله شيء اسطوري. تعالوا تعا 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 انت انت تعصبتني انت. تعالوا يا ول ابلع ويلي ابلع ثواني يا زلمه. شباب شباب المشكله انه الشخصيه الشيء المزعج فيها كثير طويله شباب لما يتعبى يعني 100 ثانيه شباب 20 ثانيه فرق. هاي برو ابلع 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 ابلع. هي الشيء المزعج بهالشخصيه شباب الصراحه للاسف الشديد. هذا الشيء المزعج. خلينا نصبر شوي حابب نجرب شباب كيف الضرر راح يكون لما نفعلها ونحن عم نضرب. لانه شباب هالشخصيه الشيء اللي فهمته يعني خلينا نتخبى شوي هون. نتخبى خلينا نتخبى شوي هون لما يتعبت الدم نعبي الدم شباب نتخبى. خليكم شوفوا الوضع. يلا يا زلمه تعبى. تعرفوا شو شباب خلينا نعمل فايت. خلينا نعمل فايت شباب لما ما نتعبى شباب. قول لي قول لي اي يا اخي هذول هذول حميانين هذول يا زلمه. تعالوا 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 تعال يا بول. يجي يا ول يجي يجي شربك القهوه يجي. ها ها متخبي هون. اوكي شباب الحلوين لحد الان شباب راح نجرب على الجدار الجلوزر. طبعا شباب الضرر لما نفعل الشخصيه بيزيد الضرر على الجدار الجلو. راح نجيب الشباب ترجي من هون. اوكي يا اساطير خلينا نجيب الترجي ونجرب شباب كم راح يتطول نروح نعمل فعل اللعيبه هي. لا اوكي معنا هون ثلجتين. خلينا نجي لهون شباب قبل ما يجي حدا شباب يخرب علينا الوضع. حط ثلجي هون. اوكي لوز خلينا نشوف. طبعا هون شباب اوكي تقريبا اوكي يعني تقريبا حتى نتخلص. صرنا نجرب يا شباب نشوف نفعل الجدران نفعل شغل ندروب. اولي اولي يعني شباب بال بال اقلع يا زلمه. خلينا نتكلم يا زلمه. خلينا نتكلم يا شباب. طبعا شباب الحلوين مثل ما شفتوا شباب ضربنا على الجدار الجلو اوكي وتغير كل شيء. شايفين معي شباب اول جدار يلزمنا كان تقريبا شيء هون كم طلقه شباب. طبعا شباب هذا الام بي 40 عادي يعني ما فيه ولا سكين ولا شيء. تقريبا كلفنا 40 طلقه يعني 40 طلقه شباب حتى نكسر الجدار الجلو. طبعا لما فعلنا الشخصيه زاد الضرر يعني. خلينا نطلع ونشوف شباب كم ضرر يعني. كلف تقريبا 15 طلقه ولا 10 طلقات تكسر الجدار يعني. طبعا شباب راح تكون طبعا هذا ام بي 40 مثال نحط اي ار او شيء سنايبر او شيء شيء شباب راح يصير فيه دمار شامل حبايبنا الكرام. اوكي شباب خلينا نطلع شباب الحلوين. خلينا نرجع نشوف نتاكد شباب من الشخصيه. بنطلع لفوق لبرا ونشوف نتاكد بالاوضاع. اوكي هذا هو شباب بالنسبه لليفل 4 شباب عندنا هون 37. اوكي بالنسبه لليفل يعني بالليفل يعني بالليفل ماكس راح يكون ضرر ماكس شباب. اوكي يعني ما راح يكلفنا 10 طلقات 15 راح يكلفنا 10 طلقات شباب وراح يصير الدمج للجدار الجلور راح يتفجروا بالثواني. اذا عندنا شيء اي كي او شيء شباب او سنايبر بتفعل الشخصيه بتدمر بثواني شباب طلقه بتدمر. اوكي شباب الحلوين اعتقد هيك بيكون شفنا كل شيء بالنسبه لهذه الشخصيه شباب. ان شاء الله استفدتوا معي. بتشكركم كثير من مشاهدتكم لنا حبايبنا الكرام. بتمنى من جميع الشباب لا تنسوا تحطوا لنا زر اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس يا احلى ناس. هي بيكون انتهى مقطعنا اليوم شباب. لا تنسون اوكي بنعمل دائما
شهر رمضان جميع شباب، نعمل تقريبا على كل فيديو بنعمل سحب على 1000 جوله حابين الكلام. بترككم مع المقطع شباب، وهيك بيكون انتهى مقطعنا اليوم. نشوفكم شباب مقطع جديد، باي باي. كيف الحال؟ اهلا اهلا، كيف الحال مع حبيبي؟ كيف الحال؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام. بخير الحمد لله، وانت؟ الحمد لله. من انت صديقي؟ من وين يا جميل؟ من الجزائر. هلا حبيبي. حبيبي انت بتعرف ليش انا عم نضيفك الان ولا لا؟ لا ما تعرف؟ لا ما اعرف. لا اعرف. تعرف؟ كفو عليك كفو عليك. يلا بس ثواني راح اشحن لك، طول بالك. خليك معي. وصلك الجواهر؟ لا لا الان. شوف. شكرا شكرا، جزاك الله خيرا. شكرا حبيبي حبيبي حبيبي، تستاهل تستاهل. رمضان مبارك، كل عام وانت بخير. تستاهل حبيبي تستاهل. لا تنسى تعمل لايكات دائما هيك، وتربح ان شاء الله معنا المره الجايه. كم وصلك؟ وصلك 1000 جوهره من هيك؟ وصلت. الله يبارك لك حبيبي. العفو. يلا بشوفك على خير حبيبي. باي 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 باي.